يقول: من يريد أن يؤمن المستقبل في بلادنا لا بد له أن يزور بعض الأوراق قبل أن يلتحق بالعمل، مع العلم بأن الدولة تعلم بهذا التزوير ولا تحرك ساكنا، فما حكم ذلك؟ عليك بالصدق وعدم التزوير وعدم الكذب، لا تعش على التزوير وعلى الكذب، ولو أن الناس اعتادوه أنت لا تمشي عليه، لا تمشي إلا على الصدق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.